مناطق في الشمال وبرنامج واضح جدا، نحن نعمل هذا البرنامج. فلذلك أعتقد أن عدم ترشيح مرشح في الجنوب لا يعني عدم قدرة الدولة التي جاءت بالاتفاقية وجاءت بالذين ينافسونها في هذه الاتفاقية في الدولة. هذا كلام غير صحيح أبدا يعني. طيب في هذه الحالة كيف تنظرون أنتم إلى موقف الحركة الشعبية؟ يعني الحركة الشعبية رشحت ياسر عرمان في مواجهة الرئيس عمر البشير، واليوم أنتم تقولون أنكم لن ترشحوا أحد في مواجهة سيلفا كير، ورغم ذلك متهمون بأنكم تريدون تخريب الانتخابات، تعطيل الانتخابات ودعم شخصية معينة. كيف تفسر موقف الحركة اليوم؟ أولا هو من باب أن يعني أن يكون هناك مرشح فقط في رمزية بترشيح مرشح للشمال. أنا أعتقد ياسر عرمان مع احترامنا له كعنصر وسياسي في الحركة الشعبية لا ينافس البشير في الشمال، ولا يقوم نفس مقام الزعيم السياسي الذي يمكن أن ينال أصوات عظيمة في الشمال كثير. يعني هذه زهد من الحركة في أن يكون هناك مرشح في الشمال، فإذا دفعت بياسر عرمان ليكون مرشحا في الشمال. ونحن أيضا نتمنى لكل زهد من الحركة أعتقد أنهم يؤكدون أنه كان يجب مؤهل لقيادة البلاد. أنا لم أشك في تأهيل شخص، لكن قلت أنه اختيارات المواطن في الشمال أو في الجنوب لشخصيات. لماذا لم يرشح ياسر عرمان لقيادة الجنوب؟ إذا قلنا هذه إشارة مبكرة جدا لتيار الانفصال داخل الحركة الشعبية، وأنا أعتقد أنها لن يعني تؤثر شيئا في سعينا دائما لأن تكون الوحدة قوية والوحدة جاذبة للشمال والجنوب. طيب أحاول مرة ثالثة التواصل مع سيد يان ماثيو شور من الخرطوم. سيد ماثيو شور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد ماثيو شول. يعني المؤتمر الوطني يقول اليوم أن سيلفا كير هو مرشح المؤتمر، هو من يدعمه المؤتمر لرئاسة حكومة الجنوب، ورغم ذلك أنتم ترفضون هذا الطرح وتقولون أن هناك وراء الأكمة ما وراءها، لماذا؟ أولا ليس لأن الحركة ترفض أي دعم من أي شخص في العالم. أعضاء المؤتمر الوطني في النهاية هم شعب سوداني، ولكن نحن نتحدث من منطلق معلومات. نحن نعلم جيدا أن لامكو لا يستطيع أن يجد 500 نفر يزكوه لرئاسة جنوب السودان، ومرشح المؤتمر الوطني نفسه لا يستطيع أن يجد من يزكونه. 500 نفر ناهيك عن 5000. فلذلك تعالفوا كأحزاب كنانة. أي مؤتمر المشهور للشعب السوداني المسمى أحزاب كنانة، وهي أحزاب شنيعة المؤتمر الوطني. فقالوا ولا مقل طبعا ذهب إلى جوبا بدعم منهم، يعني في اليوم الأخير يوم 27. فمرشح المؤتمر الوطني الحقيقي هو لا مقل، ولكن المؤتمر الوطني يخاف من أنه يوم غد حين يفشل لا مقل سيكون سمعة شيئا لهم، خاصة أنهم يدعون أن لديهم وجود في جنوب السودان. ألا تعتقد سيد ماثيو شول أن ما تقوله اليوم قاله أيضا المؤتمر عنكم حين رشحتم ياسر عرمان، أنه شخصية لا تؤثر على اسم الحركة إن سقط في الانتخابات في مواجهة شخصية كالرئيس البشير أيضا؟ هذا أولا غير صحيح، وصناديق هي التي تكون فيصل بيننا وبينهم. البشير تقدم، الذين زكوا البشير عددهم فقط 31,000، والذين تم زكوا الاستاذ ياسر عرمان عددهم 61,656. هذا في تزكية فقط، يعني ناهيك. فليستجيبوا لنا من ولاية خرطوم الذين زكوا ياسر عرمان 11,650، هذا من ولاية خرطوم كل ولايات السودان. فكم زكوا البشير؟ فليجاوبوا على هذه الأسئلة. ولكن مع هذا كله فإن الحركة غير مستعجلة، لأنها تعلم ماذا تتزعم. ياسر عرمان يتمتع بالشعبية في جنوب السودان وفي الشمال، وهم يعلمون ذلك.
طيب لماذا هذا الحديث الكثير عن ياسر عرمان اذا كان غير مهما او ليس لديه شعبيه؟ طيب يعني جملة تساؤلات ومعلومات كما يقول السيد ماثيو شون لديهم عن خلفية ترشيح لماكول مع الوزير، كيف تعلق وكيف ترد على ما قاله ماثيو شون؟ أنا أرى يعني لا ليس لدي تعليق أكثر من أقول إن هذا يسبق الـ 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 الأحداث، إنه الفيصل بيننا هو صندوق الاقتراع، لا نريد أن نتحدث في خارج الـ لا هو يقول يعني أن هناك معلومات أنكم وراء ترشيح لماكول يعني. والله هذه المعلومات قد تأتي من مصادر يعني مصادرهم، قد تأتي معلومات صحيحة أو غير صحيحة، أنا لا أستطيع أن أجزم بصحة المعلومات التي لديهم، ولكن لا يعني المصداقية السياسية وبناء الثقة بين الأطراف مهمة جدا، يعني إذا يعني الشراكة هذه هي شراكة صعبة ووعرة جدا. يا معالي الوزير، في ظل كل ما يجري وكل ما يقول مصداقية وهناك ثقة بين شريكي الحكم اليوم في السودان؟ والله هذا كلام سابق لأواني، لأن الانتخابات هي التي تؤسس لذلك، يعني إذا تبادلنا الاتهامات يجب أن نذهب إلى صندوق الاقتراع، يجب أن نترك المواطن يختار، من يختار؟ يختار ياسر عرمان، يختار البشير، يختار سيلفا كير، هذا هو شأن المواطن، لكن نحن واثقون من برنامجنا، برنامجنا مملوك للمواطن في يده، يحس به في الأصقاع البعيدة، يحس به في كل مكان في السودان، برنامجنا هو برنامج، هي البنية الأساسية التي تقوم عليها هذه الدولة، هي برنامج المؤتمر الوطني، فلذلك نحن لا نخاف من ذلك أبداً، وهذه يعني المعلومات التي يقولها هذا الطرف او ذاك الطرف هي نحن حزب واثق من نفسه، نحن حزب واثق من اننا يعني عندنا قدره على اجتياز هذه الانتخابات ان شاء الله. سيد ماثيو شول، يعني تستمع الى خطاب المؤتمر الوطني على لسان الوزير صديق المجتمع وايضا على لسان اكثر من مسؤول، دعوه الى الانفتاح، دعوه الى التعاون، اصرار على الشراكه، اتفاقيه السلام، في مقابل تشكيك دائم من قبل الحركه في نوايا المؤتمر، كيف تفسر هذا؟ هذا صحيح يا أستاذي، هنالك تشكيك، وهذا التشكيك أصلا مؤسس على أشياء حية. نحن وقعنا اتفاقية مع المؤتمر الوطني ونحمد لهم ولنا يعني هذا الإنجاز، ولكن السؤال الأساسي هل نفذ المؤتمر الوطني هذه الاتفاقية؟ يعني نحن يعني ظللنا نتحدث عن قوانين، يعني عن قوانين، يعني زي قانون جهاز أمن الوطني، قانون ليس لديه صلة بعملية تحول الديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد. كيف لنا أن نثق في مؤتمر وطني يعتقل حتى أمين عام ويعتقل وزراء في الحكومة ويكونوا في الحبس؟ يعني هذه كلها اللي هي دلائل بسيطة على أن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يصدق. واما ما ذهب اليه الاستاذ ان الشعب السوداني يعرف برنامجي، هذا صحيح فعلا، الشعب السوداني يعرف برنامج المؤتمر الوطني وهو المشروع الحضاري الذي يشرف شعبنا ويضرب شعبنا في دارفور وفي مدينه الخرطوم. يا استاذ لو زرتم فقط لوجدتم المشردين بالمئات الالاف. وانظروا يعني ملف الامم المتحده، كم نحن دوله، نحن الدولة الثانية بعد الأولى من حيث الفساد ومن حيث عدم ثقة الحريات. صحيح الشعب السوداني يعرف برنامج المؤتمر الوطني، فما الجديد الذي جاءوا به غير غفل وتشييد شعبنا وضربهم وعدم الرغبة في السلام وفي الوفائية في تنفيذ اتفاقية السلام؟ مع الوزير كيف تعلق؟ أنا أعلق على أن هذا الخطاب المحموم المسعور من أخونا أيان، اعتقد ان هذا هو يعني خطاب سيزول بعد قليل، هذا الخطاب، لانه انا ما يجري في الجنوب مسالمون في المؤتمر الوطني كثيرا في الفتره الاخيره، يعني مع الوزير اسمح لي، يعني هناك مسالمه كبيره. لا ليس مسالمه، انا اقول لك ارد لك دعني اتحدث من فضلك، يعني تفضل. ما قاله عن دارفور، انا قادم الان من دارفور، هذه اللحظه انا قادم من دارفور، لا يوجد ما يقوله يعني، والحرب قد انتهت تماما في دارفور، لا هذه هي في دارفور قبل 5 أيام.
نعم انا في دارفور قبل 5 ايام. نعم انا كنت في دارفور ايضا. دعني اتحدث من فضلك يا ان، انا تركتك تتحدث، لا تغاطعني من فضلك، لا تغاطعني، دعني اتحدث، انا استمعت لك، خليني اتحدث.